خاشة تقول لك ايه البنت هتتفضح لكنت عربيتي ونزلت ضربها. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة معنا، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائها. سؤال لكل بنت، لكل زوجة، لكل انسة، لو ماشية في الشارع واحد الشباب مد ايده ومسك او لمس اجزاء حساسة من جسمك، يا ترى هيكون رد فعلك ايه وهتعملي ايه؟ عشان نجاوب على السؤال ده تعالوا في الاول ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنا في تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. نتكلم بهدوء. البنت دي اسمها امال من المنتزه الاسكندرية، عندها 22 سنة، ماشية ملتزمة، لا هنقول لابسة بنطلون ستريتش ولا لابسة بادي ولا مبينة شعرها ولا اي شيء، بنت زي اي بنت مصرية محترمة ماشية في امانة الله مع صديقة ليها او زميلة ليها في الشارع. شاب سايق عربية بضائع، وهو ماشي بالعربية راح مد ايده لمس اجزاء حساسة من اجزاء جسم البنت. يا ترى البنت عملت ايه؟ كل اللي عملته البنت اللي راحت شتمه وراحت بصقت على وشه. الشيء الغريب اي المفترض يعني والمنطقي ان الشاب بعد ما لمس جزء حساس من البنت انه يجري بالعربية، لا فوجئت البنت ان الولد من جرؤته راح نزل من العربية وراح ضربها بالاقلام وراح ضربها بالشلاليت وسابها بعد ما اصابها في وجهها وفي بطنها من ركلات. هنا بقى المأساة اللي بتحصل ايه؟ البنت بعد ما حصل لها كده ابوها وامها ما عملوش محضر، قالوا الستر، هنستر على بيتنا. تستر على بنتك ايه؟ بنتك ماشية في الشارع في امانة الله، بنتك مغلطتش، بنتك ماشية هي وصاحبتها، في شاب قذر مد ايده عليها، المفترض ان انت ما تخافش، زي اللي بالظبط اللي بيغتصب بنت امها وابوها مش عايزين فضايح. يا سيدي بنتك مجني عليها، فضايح ايه؟ بنتك اغتصب، لا سوقها هيوقف واخواتها محدش هيتجوزوا. يا عم بنتك اغتصبت، بلا في بنات كتير بتتعرض للاغتصاب للاسف اهاليهم ما بيبلغوش، يقول لك خايفين من الفضايح. فضايح ايه؟ بنتك مغلوبه على امرها، بنتك اتخطفت وتم اغتصابها، لازم تبلغ عشان المغتصب ينال العقاب المناسب. يقول لك لا انا قسم فضايح، ما اعرفش ايه الفضيحه. للاسف في بعض الاباء والامهات بيتستروا على جريمه كبيره بنتهم هي المجني عليها، خشيه تقول لك ايه البنت هتتفضح، رغم ان البنت مغلوبه على امرها، بنضيع حقها وبنخلي شاب يمشي في البلد يفسد فيها. ما هو مجرد ما هو من امن العقاب اساء الادب، هو ده ما تعاقبش هيجربها تاني وتالت ورابع، هيقول لك من عملتها قبل كده ومحدش بلغ. البنت لما روحت امها قالت لا ولا نبلغ ولا نعمل، هنقول ايه؟ مسكك من جسمك؟ لا ما نقولش الكلام ده، مين هيبص لك بعد كده؟ مين هيجي يتجوز؟ وكانها البنت هي الجانيه، ده البنت المجني عليه. البنت تعمل ايه بقى؟ راحت على صفحتها على الفيسبوك كتبت ان هي النهارده ماشيه مع واحده صديقتها وفوجئت بسائق عربيه محمله بالبضائع بيلمس جزء من جسدها، وعندما تطاولت عليه باللفظ نزل من عربيته وقام بضربي باللكمات وبالارجل مما اصابني. كتبت على الفيس. هنا بقى لازم نشيد بوزاره الداخليه، لازم نشيد فعلا بكل القائمين على مديريه الامن اسكندريه. واحده كاتبه على صفحتها كده كان خالص عادي ما حدش هيهتم، لكن لا ده بنتنا، بنت مصريه تعرضت للتحرش في الشارع. على طول مدير امن اسكندريه وجه فورا بالاستعلام والوصول لهذه الفتاه، وفي اداره خاصه دلوقتي في وزاره الداخليه بتتابع اي فيديو بينزل، اي قضيه بتثار، اي موضوع بنت زكاه بتكتبه، والمركز القومي للمراه بيتابع، في جهات كتيره بتتابع. تم الاهتمام بالموضوع، تم الوصول للبنت في المنتزه في اسكندريه، حررت بلاغ بمواصفات الشاب وبمكان الواقعه، بمراجعه الكاميرات في المكان عرفوا العربيه، قدروا يتوصل للشاب اللي انهار واعترف وقال ايوه انا فعلا اللي تعرضت للبنت وانا اللي لمست جزء من جسمها، ولما اعترضت وبصقت عليا ركنت عربيتي ونزلت ضربتها. هو طبعا الشاب دلوقتي علشان يخرج من الجريمه بيعرض الزواج على الفتاه علشان يصلح غلطته. لكن هنا السؤال، هل ممكن احنا زي بالظبط كان يغتصب بنت واهلها يقول لك ايه بيتجوزها؟ ما ينفعش، احنا كده بنكافئه على جريمته، احنا كده بنكافئه.
يعني لما واحد يغتصب بنت ولا يتحرش بيها ويقول خلاص صلح غلطتي نتجوزها ويجي بعد شهرين تاتي يطلقها، احنا كده انتقمنا من بنتنا وكافئناه هو بدل ما يتعاقب جوزناه، دي تبقى مسخره. اللي غلط لازم يتعاقب. الشاب ده طبعا اتقبض عليه، البنت رفضت عرضه وقالت ما فيه مش هتصالح معاه، وطبعا رفضه طلبه مرفوض، وهو دلوقتي بيتندم انه فكر في يوم من الايام ان يمد ايده على جسم بنت. يا اخي اعتبرها والدتك، انت تقبل ان حد يلمس جسم والدتك وهي ماشيه في الشارع؟ اعتبرها زوجتك، انت هتقبل ان واحد يمسك جزء حساس من جسم مراتك وهي ماشيه؟ اختك، بنتك، يعني خلاص المأساة ان هذا الشاب متجوز. طب بتعمل كده ليه؟ ليه؟ ايه اللي خلاك ضيعت مستقبلك؟ دي سابقة من اقذر السوابق اللي الواحد ممكن يتكلم في حياته، لما يسألوه انت كنت مسجون فيه يقول لك استمسكت بنت في الشارع. طب ليه بتوصم نفسك بالعار؟ ليه؟ عشان نزوة؟ ما عندك مراتك، وحتى لو مش متجوز مين قالك تمد ايدك على جسم البنت؟ وكمان من جرأتك لما البنت شتمتك تنزل تضربها؟ ده انت جبار، جرأة غير عادية. لا فرق معاها الناس في الشارع، ولا فرق ان الكاميرات موجودة. هو ما كانش يتوقع غير ان البنت هتروح مش هتقدر تقول لامها ده مسكني من هنا، ولا هتقدر لامها. لا، البنت كانت جريئة، اهلها مرضوش يعملوا محضر، هي راحت منزلها على الفيسبوك. وقبل كده شفنا بنت مسكت العربية والواد مشي ما رضيش يسيب شباك العربية لغاية ما هو اجبرته على الوقوف عشان اتحرش بيها. في بنات اصبحوا دلوقتي بيتنازلوش عن حقوقهم وبيطالبوا بيها، زي قضية الفرمانت الفندق الشهير، البنت شوف بعد كام سنة حررت محضر وبيتحقق فيها دلوقتي، وابن لعيب كرة ممسوك، واخوه ممسوك، ومجموعة هربانة برة وهيتمسكوا. في بنات ما بتقبلش على نفسها الهوان وبذات التحرش. فالبنت دي كانت من الجرأة انها تكتب على صفحتها هذا الكلام. وزارة الداخلية مشكورة وصلت ليها وعملت بلاغ وتم مسك الشاب والقبض عليه، وهيلقى العقاب الرادع اللي هيخليه هو وغيره يفكروا مليون مرة. ما هو مست القبض على الشاب ده وعرضه على شاشات اليوتيوب او على شاشات التواصل الاجتماعي، فايدتها ان غيره يخاف يقولك لا يا عم اخر مرة واد ما عمل كده البنت جابته ونزلت على الفيسبوك، يا عم حتى لو عملتش محضر كلمتين على الفيسبوك هيجيبون، اعمل معروف. كله هيخاف. وقلنا من ضمن العقاب اساء الادب. انت ضمنت ان محدش هيعاقبك هتبقى قليل ادب، لكن طول ما انت عارف ان انت لو غلطت هتتعاقب مش هتغلط. عشان كده احنا بنقول برافو لكل بنت، اوعى تتنازل عن حقك. اتعرضت للتحرش سواء كان لفظي او مادي او حتى معنوي، اوعي تتنازلي، اعملي محضر. مش هتخسري حاجه لما تضيعها، نقول ضيع وقت، ضيع وقتك نص ساعه وروحي قسم الشرطه اعملي محضر وسيبيه، او على صفحتك وسيبيه، او على صفحه المركز القومي للمراه وسيبيه. قضيه الفرمونت دي البنت راحت ما قدمتش بلاغ، ده على المركز القومي للمراه، وهناك بيقول لك السريه التامه. كل بنت لازم تعمل كده. والله ما في شاب بعد كده هيقدر يتحرش ببنت، لا باللسان ولا بالايد، كله هيخاف. ديتها بس شاب يسجن كله هيرتدع. اللي بيحصل في الاتوبيسات وفي وسائل المواصلات، لو واحدة ست بس عملت محضر لشاب متحرش كله هيركب الاتوبيس وهو عامل حسابه ان هو ممكن يحصل له محضر تحرش. عشان كده احنا بنقول يا جماعة تنازل البنت عن حقها بيدفع الشاب انه يتحرش بغيرها وغيرها وغيرها. انت بتساعديه ان هو يتمادى، لكن لما توقفيه انت مش هيتمدى لغيرك. يا جماعه لازم نستفيد من حلقات ساعه مع حنفي. احنا بنقدم النصيحه لكل بنت. انت لو بنتي او اختي او مراتي او بقولك اعملي محضر فورا، علشان ده لو ما عملتيش محضر هيتشجع يعمل كده مع غيرك وغيرك وهيتجرأ اكتر. وده من الدروس المستفاده في ساعه مع حنفي. ما تضيعيش حقك، لانك انت لما تضيع حقك بتضيع حقوق الاخرين. الشاب ده لو كان سكت، لو كنت سكتي كان هيمسك بنت تاني وهيضرب بنت تاني وتالت ورابع. ما هو خلاص عملها قبل كده ومحدش قال انت عملت كده ليه. كاميرات الشوارع دي احنا بنقول بنشكر كل اللي فكر فيها. ما فيش ترخيص لمحل، ما فيش ترخيص لمكتب، ما فيش ترخيص لشركه الا بوجود كاميرات تصوير. ساعدت جدا جهود المباحث في القبض على اي متحرش او في اي قضيه جنائيه.
بكرر تاني، كل بنت ما تتنازلش عن حقك، تنازلك عن حقك بيشجع الطرف التاني ان هو يستب حقوق الاخرين. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.